رغم الموقف الدولي الرافض لعمليات الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية والتأكيد المتواصل أن تلك العمليات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالضفة. مصادر فلسطينية أفادت أن السلطات الإسرائيلية صادقت مؤخراً على 8 مخططات لإقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة ومبان عامة ومؤسسات في الضفة الغربية. وبحسب المصادر، فإن اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت على 8 مخططات استيطانية تتضمن إقامة 1058 وحدة استيطانية بالضفة، مشيرة إلى أن المخططات تشمل توسيع مستوطنات عيلي ومعالية مخماس وكرن شمرون وهار برخا وكفار أدوميم. التقرير أشار إلى أن اللجنة المدنية الإسرائيلية تبحث هذا الأسبوع أيضاً المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولي في قلنديا شمال مدينة القدس. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال في وقت سابق أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد على ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ خطوات أحادية تفاقم التوترات وتقوض الجهود المبذولة للدفع باتجاه حل الدولتين المتفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك خطوة تعزيز النشاط الاستيطاني.